ينضم معنا الخبير الاستراتيجي السيد مخلد الحازم. أهلا بك سيد الكريم. للمرة الثانية يتعرض أو تتعرض مقرات تحالف تقدم للاستهدافات وإدانات سياسية واسعة وجهة مستهدفة مجهولة، برأيك لماذا تقدم على وجه الخصوص وما الدوافع من وراء هذه الاستهدافات؟ في البدء تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة يعني من يقوم بهذه الأعمال الاستفزازية اليوم لا نفهم معنى الرسالة التي يريد أن يوصلها اليوم، فهل إذا كانت هي رسالة سياسية من أجل يعني جعل الابتعاد عن تشكيل أغلبية سياسية للحكومة القادمة، فأكيد هذا سيزيد الكتل إصرارا على الذهاب باتجاه تشكيل حكومة أغلبية لأجل القضاء على هذه المجموعات المسلحة، لأن هذه المجموعات المسلحة في الأساس ذهبت الحكومة الأغلبية بوضع سيناريو من أجل الحد من هذه الأعمال وسحب السلاح المنفلت من أيديهم. أما إذا كانت رسالتهم خارجية يعني فأكيد سيكون هنالك في نهاية المطاف إجماع دولي على القضاء على هذه المجموعات، لأن استهدافهم إلى السفارات فهي استهداف لأرض دولة وليس لأرض عراقية، وبالتالي هذه الدولة ممكن أن تقدم إلى مجلس الأمن اعتراض أو شكوى، وبالتالي هنالك سيكون إجماع دولي، وبالتالي سيكونون هم الخاسرين الأكثر في هذه المرحلة، لأن الإجماع الدولي سوف يفعل وجود القوات الأجنبية على الأرض العراقية، وكذلك رسالتهم بأن إضعاف للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بأن ليس لهم القابلية والقدرة على حماية هذه السفارات أو المقرات، يعني كل هذه الرسائل اللي تتحدث عنها سيد مخلد يعني هاي رسائل قرأناها منذ أمد طويل، يعني ليست برسائل جديدة. فيما يتعلق باستهداف مقر الكيانات السياسية، يعني كل الأطراف السياسية سواء التي مع فكرة تشكيل حكومة أغلبية أو التي مع فكرة تشكيل حكومة توافقية، كل الأطراف السياسية تعمل بهدوء، تعمل بطريقة بعيدة عن العنف، وبالتالي يعني ظاهريا لا علاقة لها بكل هذه الاستهدافات، وكأن الذي يقوم بعملية الاستهداف كأنه بعوضة يطنطن في أذن شخص يركض. يا سيدي يعني هنالك تصريحات إعلامية سبقت هذه العمليات، هنالك في وسائل التواصل الاجتماعي، هنالك كثير من الأمور بعدها بدأت هذه العمليات الاستهدافات. الاستهداف تم لمقر حزب الديمقراطي الكردستاني، الاستهداف تم لحزب تقدم، لعزم، هذه الكتل التي هي ذهبت للتحالف مع السيد مقتدى صدر من أجل تشكيل حكومة أغلبية. لكن هذه الرسالة هي أكيد لن تثني هذه الكتل بالذهاب بتشكيل هذه الحكومة، لأنهم ماضون، وأكيد هنالك كتل أخرى سوف تنضم إلى هذه الكتل عندما يروا أن الشارع فيه مثل هكذا عمليات ومثل هكذا سلاح منفلت. فالعملية يعني هي من وجهة نظرنا هي عملية بائسة تقوم بها مجموعات رغم الاستنكارات التي ظهرت من بعض كتل الإطار التنسيقي في هذه العمليات، لكن أكيد هنالك مجموعات منفلتة، احتمال هذه المجموعات هي ليس لها سيطرة حتى من قبل الفصائل المقاومة الحقيقية الموجودة والتي تدعي أنها فصائل مقاومة هي على أرض الواقع. يعني الموضوع في العراق يحتاج إلى حكومة حقيقية، حكومة قوية، رئاسة وزراء قوية تستطيع السيطرة على هذه الفصائل وتستطيع السيطرة على الشارع العراقي، لأن بقاء واستمرار هذه الفصائل والقيام بهذه الأعمال سوف يضعف هيبة الدولة، وبالتالي سوف يضعف هيبة المؤسسة العسكرية، وهي رسالة سيئة أمام المجتمع الدولي. نعم سيد مخلد، أستدل من كلامك بأن ما يحدث هو فقط بسبب صراعات سياسية على وقع السلاح، ولكن ما مدى خطورة أن يمتد هذا الصراع إلى التأثير على السلم المجتمعي في البلاد؟
يعني بالتأكيد هو المتضرر الوحيد من كل هذه الخلافات منذ 2003 ولحد هذه اللحظة. بعد كل عملية انتخابات نرى هنالك توتر على أرض على أرض الواقع، هناك توتر في الشارع العراقي، هناك عمليات أمنية كثيرة، وكأنما هذه العمليات وهذه الاختلاف الأمني هو مرتبط بهؤلاء الكتل السياسية التي هي تشكل منها الحكومات منذ 2003 ولحد الآن. أكيد هذه كل هذا هو يعني يبعث برسائل خطرة إلى تهديد السلم المجتمعي العراقي، وبالتالي المواطن العراقي امتعض وسئم من هذه العمليات. لذلك نلاحظ أنه ظهر وخرج بثورة عارمة في 2019 من أجل تغيير هذا الواقع المرير، وكلنا أمل بأن الحكومة القادمة ستكون حكومة حقيقية ترعى مصالح المواطن، ترعى متطلباته، أن تسيطر على جميع مفاصل الدولة. اليوم مفاصل الدولة جميعها مترهلة، جميعها مخترقة، جميعها قد ملأها الفساد. لذلك اليوم لا يستطيع أي مواطن عراقي الذهاب إلى أي دائرة لإنجاز أي معاملة إلا أن ينهك بالرشوة وغيرها. لذلك وبالتالي لا تعتقد سيد مخلد أن التوجه لتشكيل حكومة أغلبية قد يصم بشكل أو بآخر في إنهاء كل هذه المفاصل الفاسدة التي وصفتها قبل قليل، أو على الأقل جزء يعني كبير منها؟ سيدي نحن لو تحقق 10 أو 20% من هذا الذي تكلمنا عليه في هذه الحكومة فهي بادرة خير وتأسيس حقيقي لحكومة حقيقية ولخارطة سياسية حقيقية للمرحلة القادمة. نحن متأكدون إن مشت هذه الحكومة على الطريق الصحيح في محاربة هؤلاء الفساد، هؤلاء الذين امتصوا ونقموا على الشعب العراقي، أكيد ستكون الانتخابات القادمة انتخابات ستكون أكبر عددا في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن سيكون لديهم أمل في عراق حقيقي. لأن 80% من الشعب العراقي الذي لم يذهب إلى صناديق الاقتراع في ذهنه شيء واحد، هو أنه ستكرر الحكومة، ستعاد الحكومة، سيكون نفس الوجوه الذين سيحكمون. لكن البادرة الحقيقية ولو بنسبة ضئيلة تأسيس شيء حقيقي لحكومة حقيقية ولعراق حقيقي. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر سيد مخلد الحازم الخبير الاستراتيجي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.